يخرج الدولار هل فعلا سينخفض؟ وإن كان الآن أعتقد قرار خفض الدولار لم يؤتي ثماره مطلقا، بل أتى بنتائج سلبية، خسر الحكومة ونفع الجهات السياسية الفاعلة. وأعتقد هذه الفروقات بين الرسمي والموازي هو سيكون محطة إسعاد للذين يتاجرون بالمال. طيب. والآن أكو دعوات من هذه الجهات المستفيدة بأن تدعو رئيس البنك المركزي بأن يضرب العقوبات الأمريكية ويطل ذوله، ولأجل أنه تزداد هذه الحلقة من الأرباح حتى يبقى الموازي 32 ولكن يصير 200 حتى يزداد أرباح وتكبر كروشهم. وطبعا إذا قرروا هذا القرار وسقطت والحكومة استمعت لهم، اعتبر الضربة القاضية على العراق الحقيقية ولن تقوم له قائمة. أما في يعني مو عصر ذهبي للسودان، لا ما أكو تحديات هائلة للسودان منها، والحمة تجي من الرجلين، يعني مو من التيار الصدري ولا من الحلبوسي ولا من الأكراد، الحمة من الرجلين. لأن الآن الأموال الموجودة الآن إحنا علينا ندققها بالنزاهة، قيمة التعاقدات اللي تتعاقد مع هل هي حقيقة لو بها مبالغة؟ روح راجعوا كل مشروع، شوف كل فتش قد الواقعية وشوف ينفذ بجد. وخلي في بالك اكو موازنة جاية، يعني راح تنطلق الموازنة، انطلقت انطلقت تعليمات وصلت البارحة. اي وصلت، يعني تحكي عن 200 تريليون انت، يعني هو بنفسه رئيس الوزراء قال اكو ناس قاعدة متربصة حتى وطلقوا موازنة. كان يقصد بعض الجهات اللي قال قاعدين بالمؤسسات ينتظرون الموازنة، حتى وصفها الوزارات. يفترض يعاقبهم، يفترض من قالهم، يفترض هو يعرفهم. وانا من الناس قلت ليش ما حد، ليش ما اعلنهم، ليش ما حالهم للنزاهه، والا لماذا يعلنهم ويسكت عنهم؟ هاي كلام اخر، يعني يحسب ضد رئيس الوزراء وليس لصالح رئيس الوزراء. صح. اذا رئيس الوزراء امامه تحديات كبيره، اذا اراد ان يخرج من الرؤساء السابقين يعني ويطلع بطريق اخر، هو يقول كان ينتقدهم كلهم، كان يقول 30 مليون دولار تكفي للسلع، ليش 200؟ هسه 300 صارت. صحيح. كان يقول كذا وكذا التهى بامة الحال على السعودية، هسه رجعوا. إذا القضية مو قضية، اكو قضية أخرى غير القضية التي تعلن، هي قضية حكم وسلطة، الخلاف على الحكم وسلطة، ماشي البلد يحتاج سلطة. سيدي السودان أمامه فرصة تاريخية، ممكن أن ينجح، وخلي هاي أنت صوتك اللي تنتقده دائما، صوت الدكتور بشير وصوتي أني يكون خلفه، وصوت الآلاف خلف الناس تمتدحه وتقف يمه وتكون جمهور إلى، فيما إذا فعلا استطاع تنظيف هذه الطبقة السياسية من الفاسدين الموجودين بيه. جميل.